أنا شخص مختلف، أنا من مجتمع من ناس اللي هما مضطهدين بشكل أو بآخر داخل المجتمع. مجتمع الميم مجتمع عرفته منذ مدة وتعرفت عليه منذ مدة، وما جعلني أتعاطف مع الصديق لأنه صديق مع الصديق آدم هو أنني خبرت المشاكل ديال هاد الأشخاص اللي ما نقدروش نقولوا واش هما رجال ولا نساء، لأن ذلك تصنيف خاصهم هما يوافقوا عليه، واش هما رجال ولا نساء، هما اللي كل واحد فيهم عارف شنو هي الهوية الجنسية ديالو. هم أشخاص، هم مواطنون مغاربة عندهم ميولات خاصة بهم، حنا ما عندناش الحق أننا نتداخلوا فيهم، هما ما عندهمش الحق يتداخلوا فينا. وكان لي صديق من أيام الجامعة اللي عشت معاه المشاكل اللي كيتعرضوا لها هاد الناس. هاد الناس هادو يقدر مثلا أي مواطن عادي يوقع له مشكل يلتجأ الشرطة، يلتجأ القضاء، وهما ما كيقدروش يمشيو يحطوا شكاية. علاش؟ لأنهم كيخافوا يمشيو يبغيو يحطوا شكاية، صدقوا هما اللي مشدودين. إلا تعرضوا للسرقة، إلا تعرضوا للنصب، إلا تعرضوا للتحرش، إلا تعرضوا للاغتصاب، إلا تعرضوا لأي أذى يقدر يتعرض ليه مواطن آخر ويمشي وعنده الحق، فأنه يتقاضى، وهما كيحسوا بأنه ما عندهمش الحق أنهم يلتجؤوا للأمن، وما عندهمش الحق أنهم يلتجؤوا للقضاء، لأنه كيعتبروا بأن المجتمع ديالنا مجتمع لا يهمه مصيرهم، بحال هما ما داخلينش فيه، بحال هما ما داخلينش في المنظومة، وما كيحاولوش حتى أن يتقدموا بشكاية. فاش كيجي آدم، وأنا الصديق ديالي اللي كنت كنعرفو كان شخصا رائعا مثقفا، كان كيتكلم معايا، وكنا كنت كنوجد أنا الإجازة ديالي في الأدب الفرنسي، وكان أكثر تفوقا مني، كان كيتكلم بالفرنسية، أنا كنمشي كنقلب في الديكسيونير اش كان كيقول، ما كنفهموش اش كيقول. مستوى عالي جدا، أخلاق رائعة جدا. وأنا فاش كان كيتكلموا ولا كيتكلم شي حد على المجتمع ديال الميم، أنا كنستحضر ذلك الصديق. هم ناس بحالنا، يقدروا يكونوا خدامين في كلهم المهن، كاينين في المجتمع، وما كيعتبروش هما كاينين، وكيعتبروا راسهم بأنهم لا ينهلون من نفس الحقوق، لكنهم مطالبون بنفس الواجبات، وهذا شيء خطير جدا. فاش سمعت انا بالقضيه ديال ادم، وقبل ما ندخل كعضو مكتب تنفيذي بالجمعيه المغربيه لحقوق الضحايا، كنا ديك الساعه في لا بيريود ديال الكونفينمون، كنا ساجين عندنا في ديورنا، وكتب هذيك التدوينه اللي كتب، وبدات انفجرت القضيه. فكنت من تواصلت معه وقلت له بانه انا كحقوقيه وجمعويه وكاينه معك في مدينه مراكش، انا مساندك، وقت ما بغيتي شي حاجه اتصل بيا، انا رهن اشاراتك. وموراها خرج الاستاذ محمد زيان، فقال ما كنت اخشاه وما يخشاه كلهم الاشخاص اللي كينتميو لمجتمع الميم. قال بالحرف الواحد، كيفاش هذا الشخص هذا تجرأ انه يمشي يحط شكايه عند البوليس؟ علاش ما شدوهش؟ وهذا هو مربط الفرس، علاش غادي يشدوه؟ هو تعرض للاذى، ما عندوش الحق انه يلجأ للقانون ككل مواطنين المغاربه، علاش لا؟ وهادو ارهاصات كيكونوا عندهم، فياتي محامين ونقيب سابق ووزير سابق لحقوق الانسان ليكرس الهواجس. هذاك الشيء اللي عندهم هما في بالهم او كيتخوفوا منه، هو قالوا، وحتى حاجه ما شفعات ليه فانه يقولوا، لانه بحكم المنصب ديالو والمناصب السابقه ديالو يقدر كل شيء يقول هذيك الهضره اللي قال، ولكن هو ما خاصوش يقولها لان ذلك لا يجوز. ادم وكل الاشخاص اللي كينتميو
المجتمع الميم هم مواطنون مغاربة، ونقولها من هذا المنبر، هم مواطنون مغاربة بحالنا بحالهم تماما، يقدروا يكونوا كاع في بعض الأحيان حسن منا في المهن ديالهم، في الثقافة ديالهم، في الأخلاق ديالهم، في درجة الوفاء والولاء ديالهم لهذاك الشيء اللي كيأمنوا به. آدم شخص جمعاوي حقوقي، تعرف جيدا زوجة السيد الريسوني بأنه حقوقي وجمعاوي، لأنه اطلقها أساسا في الميدان الحقوقي وفي الميدان الجمعاوي. وحين أكتب تدوينة أقول فيها ولا أكتب فيها بأن آدم مناضل حقوقي تقدمي، يأتون ليستهزئون وهم يعرفون أنه مناضل وأنه جمعاوي واشتغل في جمعيات وشارك في أنشطة، وتلاقاته زوجة سليمان الريسوني تلاقاته في أنشطة جمعوية وحزبية، هو ناشط حقوقي وجمعوي. لحنا يا خاصنا نطمسوا ليه التاريخ ديالو النضالي، وخاصنا نقولوا بأنه راه ما كاينش واحد شي شوية ولا كاين، نقولوا بأنه ما كنعرفوش واحد شي شوية لقاو بأنهم كيعرفوه، يقولوا بأنه هذا السيد هذا ما وقعش له هذا الشيء اللي وقع له، لقاو بأنه كاين تسجيل صوتي يقول ذلك ويفيد بذلك. فإلى متى الكذب؟ وإلى متى الاستغفال؟ وإلى متى الاستبلاد؟ كذبوا المرة الأولى قال لك ما كاينش صدق كاين، كذبوا المرة الثانية قال لك ما كيعرفوش صدقوا كيعرفوه، كذبوا المرة الثالثة قال لك ما عمره هضر معاه صدق هضر معاه وكاين تسجيل. امتى هاد الناس هادو اللي كيكذبوا امتى غيتيقوا؟ حين يرون الريسوني مع الشاب ادم بالجرم المشهود ويشوفوه كاع، ولن يثقوا، لانهم ماشي ما كيشوفوش ولا ماشي ما عارفينش، هما كيشوفوا وكيسمعوا وعارفين الحقيقه، ولكنهم يختبئون وراء ذرائع الواهيه كي لا يواجهوا حقيقة السيد سليمان الريسوني وحقيقة السيد سليمان الريسوني على أساس التسجيل وعلى أساس الوقائع. فأنه يقدر كاين واحد 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 تهرب من 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 الهوية الجنسية اللي كنتمنى صادقة أنه يدير تصالح مع الذات فيما يتعلق بها. شكرا جزيلا لكم.